بعد ما طمننا على درجات الحرارة خلينا نتعرف على الظواهر الجوية بشكل عام خلال الأيام اللي جاية مع الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. نطمن أكتر على الظواهر الجوية المصاحبة لدرجات الحرارة اللي احنا تابعناها مع حضرتك. احنا يمكن بالامس طبعا شهدنا سقوط بعض الامطار اللي وصلت لمتوسطه احيانا على مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه. اليوم بتقل شده وفرص الامطار بشكل تدريجي، لكن لا زالت موجوده امطار خفيفه في اغلبها على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه بتصل الى متوسطه في بعض الاحيان. كمان اليوم مستمر معانا درجات الحراره مشابهه بشكل كبير لدرجات الحراره اللي سجلناها بالامس، واللي تتراوح في حدود ال 24 درجة حوالين القاهرة الكبرى، وبتقل تدريجيا كلما اتجهنا شمالا، وبتنخفض وبترتفع أيضا بشكل تدريجي كلما اتجهنا جنوبا. ده يعتبر حالة الطقس اليوم تحديدا. إن شاء الله من بكرة هندخل في حالة جوية مستقرة. طيب بالنسبة لحالة البحار يا دكتور، يعني مع هذه التقلبات الجوية أخبار البحر الأحمر والمتوسط إيه؟ يعني حالة الملاحة البحرية في أغلبها طبعا معتدلة، بتسمح بكافة الأعمال والأنشطة البحرية، لكن البحر الأحمر اليوم تحديدا ممكن نلاقي بعض المناطق فيه ترتفع فيه الأمواج، لكن مش ارتفاع كبير، بيوصل لحوالي 2.5 متر. فده أيضا بيظل معاها البحر مهيئ تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية مع ارتفاع طفيف في الأمواج. طب كده حضرتك على حسب كلامك أن من بكرة في استقرار كمان وانحصار للأمطار الموجودة على بعض المحافظات وخاصة السواحل الشمالية، هذا الاستقرار مستمر لحد إمتى؟ يعني مستمر حتى بداية الأسبوع القادم على الأقل. الفترة دي فترة تقلبات جوية، ورد يحصل أي تغيرات، علشان كده دايما التنبؤات قصيرة المدى بتكون هي الحل الأمثل. لكن من بكره ان شاء الله في امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا هيعمل على استقرار في الاحوال الجويه، هترتفع درجات الحراره خلال فترات الظهيره بمعدل درجه لدرجتين. يعني اليوم لو بنسجل 24 هنبدا نسجل 26 درجه، وهتكون الظهيره الرئيسيه طبعا هي الشبوره المائيه. تمام، يعني خلاص كده نطمن على موضوع الشبوره ودرجات الحراره مطمئنه، والامطار حضرتك برضو طمنتنا عليها. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. تمام كده.